السلام عليكم، مساء النور، نتمنى تكونوا بخير. نكملوا الدرس ديالنا لي ترانسفورماسيون يوزويل. اخر حصه شفنا كونسيرفاسيون دو لا ميزور دان انجل جيومتريك. تكلمنا على ان لي ترانسفورماسيون يوزويل كيحافظوا على قياس الزوايا الهندسيه، وكما قلت لكم ذاك النهار الزوايا الهندسيه ماشي الزوايا المتجهيه، حيت الزاويه الهندسيه هي هادي تسمى مثلا الفا، ملي كتولي زاويه موجهه كتولي عندها اتجاه، كيولي عندها بلوتو منحه. داك المنحه كيكون اما غادي في المنحه الموجب اما غادي في المنحه السالب. وملي كندخلوا في هذه الحاله لي ترانسفورماسيون يوزويل يقدروا يبدلوا المنحه ديال المتجه ديالنا. داكشي علاش القاعده كتقول بلي لي ترانسفورماسيون يوزويل كونسيرف les angles géométriques ماشي les angles orientés. قلنا les transformations planes اللي هما axial, central, translation et homothésie garde قلنا ولا conserve les mesures d'un angle géométrique. وتكلمنا على ان BAC l'angle BAC غادي تكون تساوي B' A'C'. Tel que A' il y a l'image de A, B' il y a l'image de B, C' il y a l'image de C. D'abord, je vous l'application. Je vais vous montrer l'application. On se trouve à l'application. Correction. Maintenant, OABC, un rectangle. OABC. O A B C. إذا عندي O A B C مستطيل، طبعا هادشي غيكون قائم الزاوية كاع ديال الزاوية تاعو غيكونو قائمين الزاوية. O A B C ان ريكتونغل هي اون كونسيدير تي لا ترانسلاسيون دو فيكتور دو A C. إذا تي هي واحد الإزاحة ذات المتجه جوج A C. إذا المتجه جوج A C هادي هي A C. إذا غادي ندير ديك جوج أسي نديرها هنايا في الجنب باش ما تبرصناش. ها أسي ها أو سي ها جوج أو سي، معناها هاد المتجه هادي هي جوج أو سي. مطلوب منا سوا أو بريم أ بريم بي بريم سي بريم لي زيماج ريسبكتيف دو أو أ بي سي بار تي. إذا ليماج دو أو هي أو بريم، معناها غادي ندير واحد الإزاحة غتعطينا هادي او بريم. ليماج دو ا بدو او سي غتعطينا هنا هادي هي ا بريم. ليماج دو بي بي بريم. ليماج دو سي سي بريم. اذا هادا تاني عطانا ان اوتر ريكتانغل لي بيان سور غادي يكون تيشبه ليه. مونتخي كو او بريم ا بريم سي بريم بي بريم est un rectangle. هنايا في هذه الحاله مطلوب منا دابا ونبينو بلي حتى هذا راه غادي يكون ان ريكتانغل. هنا اللي غادي نديرو جوج حوايج، اما نتكلموا على الزوايا ديال هذه الزوايا كلهما زوايا قائمه. اذا غادي نتكلم على ان لي زيماج تاعهم غادي يكونوا زوايا قائمه، وبهكا غادي نكونوا كملنا، حيث التعريف تاع ريكتانغل يكفي ان كاع الزوايا تاعو يكونوا زوايا قائمه. وهذه طريقه تيرا سهله. والطريقه الثانيه وهي اللي سهل طبعا وغادي نخدموا فيها القواعد، هي puisque la translation conserve la nature des formes طبيعه الاشكال، دونك حتى او بريم ا بريم بي بريم سي بريم غادي يكون ريكتانغل بحال او ا بي سي. نخدموا بهذه اون O A B C un rectangle. Et puisque قبل A O prime A prime B prime C prime
son image par la translation de vecteurs de OC. Alors le mot AB c'est un rectangle, on dit O', A', B', C', son image par la translation de vecteurs de OC. D'abord on dit, et puisque la translation conserve la nature des formes, alors O', A', B', C', ça va dire qu'on a un rectangle. Baka, du coup, nous allons se l'eau. اسمحوا لي غير نشوف انا مازال عندي نفس المشكل. عندنا شي تلامذة عندهم واحد المشكل ديال باش يدخلوا معنا لاكلاس. دغيا نشوف معهم هذا المشكل هذا ونكملوا. الوغ ندير انفيتي zéro huit un deux sept un seulement c'est d'avoir le mot de passe c'est d'aller sortir d'abord le mot de passe très bien d'accord la dit tout le monde. Dans ce alterné, maintenant, on considère les points M et N du plan défini par OM égale à 2 sur 5 OA. Et donc, OA, on va dire que c'est 5, on va dire que c'est 2. Et donc, on va dire que c'est 1, 2, 3, 4, 5. On va dire que c'est 2, on va dire que c'est OM. On va dire que c'est 2, on va dire que c'est N. On dit O prime N égale 2 sur 5 O prime A prime. Et on a dit Athéna. On dit y a N. Le motlob va montrer que CM égale à C prime N. Le motlob maintenant on va nous dire CM égale C'. Ok. Alors, je vais vous donner la règle. Premièrement, montrant que CM égale C'm, C'n. Alors, on a chenou déjà qu'on a arf. Qu'on a arf blé. L'image de C est C'. Bach n'bien en CM qu'est ça vit C'n. D'abord, il suffit de montrer que l'image de M est N. Déjà qu'on a arf blé l'image de C est C'. D'abord, si n'bien blé l'image de M est N. Ok, alors les radins de l'un an, je nous connais déjà les translations, conserve les coefficients, les coefficients de collinéarité de deux vecteurs. Alors maintenant, quand on a le vecteur, le roi OMC, O', NC', on a, je vous mets rien, on a. T, les translations de O égale à O' et T de C égale à C'. Radin du soit
imprime un point du plan tel que T de M égale à M prime. Alors d'abord les deux, ma tabarch anna l'image de M et N, tabarta y a M prime, d'accord? Selon ma tête, le chelou a dit de faire mouche notre angle. Et gna T de M égale à M prime. Et puisque شنو كنعرف انا ديجا كنعرف بلي او ام ايغال 2/5 او اوس او ا او ا واسي شنو غادي نزيدو هنايا حتى او نزيدو هنايا اي تي دو ا égal à A prime. Alors on dit OM égal à 2/5 OA. Hey. Donc d'abord on عوض O بقيمتها. شنو هي القيمه ديال O؟ اولا شنو هي ليماج ديال O؟ غتكون هي O prime. شنو هي ليماج ديال M؟ غادي تكون هي M prime égal 2/5. On conserve le coefficient. Il y en a qui a dit le même coefficient. Il y a 2/5. Je n'ai pas l'image d'IAL O. Il y a O prime. Je n'ai pas l'image d'IAL A. Il y a A prime. D'accord? On a ce qu'on a déjà. On a déjà le O N. O prime N égale à 2/5. O prime A prime. Maintenant, Hachi, qui s'est O prime N. دو غادي تكون عندي او بريم ام بريم ايغال او بريم ان وملي غتكون عندي او بريم ام بريم ايغال او بريم ان هادشي شنو غادي يعطينا الوغ فورسيمون غادي تكون عندي ان راه هي M prime. Alors, N égale alors N égale M prime. Oui, le quand N égale M prime. Donc, je n'en prends pas le mais T de M égale N. D'abord, on dit T de M égale N. On dit T de O prime. Oubliez T de O égale à O prime. Ou on dit T de A. La machine T de A. On dit C. On dit T de C égale à C prime. Ou on a dit d'abord, on a dit que les distances CM et C prime N, c'est ça. Idem, on a l'image de C. ولا ما نخدمو كاع هذا ما نخدمو كاع او ايماج دو او ما محتاجينهاش غادي نخدمو غير ليماج دو سي مع ليماج دو ام انتما شوفو شنو غادي نديرو نعاودو نكتبوهم قدامنا اون تي دو سي ايغالا سي بريم اي تي دو ام ايغالا ان دونك اذا هادشي شنو نقدر نخرجو منه معناه لي فيكتور سي سي بريم غادي يساوي لو فيكتور ام ان انتما شوفوها معايا هنا عندي مثلا نعتبرو مثلا دابا غير عندي هادي هي سي وهادي هي ام وهذا هو لو فيكتور هادي هي ان اللي هي ليماج دو ام وهادي هي C prime, il y a l'image de C. Alors, je vais vous donner C, C prime, C, C prime, égale U. Ou M, N, c'est égal U. Mais maintenant, je vais vous donner donc C, C prime, égale M, N. Et depuis, je vais vous donner le vecteur de translation.
وإذا كانت عندي سي سي بريم كتساوي ام ان، شنو نقدر نقول؟ الوغ سي سي بريم ان ام مالو ايت ان باراليلوغرام. وإذا كان عندي هذا باراليلوغرام سي سي بريم ان ام، إذا كان عندي باراليلوغرام الوغ شنو تاني نقدر نقول؟ نقدر نقول باللي ام سي ولا سي ام غادي تساوي سي بريم ان، حيت عندي متوازي اضلاع، معناه ما عنديش مشكل اي ضلعين متقابلين غيكونوا متساويين. اذا غتعطينا قلنا سي ام لو فيكتور ايكال سي بريم ان لو فيكتور. وملي كيكونوا عندي ليغاليتي ديال دو فيكتور، معناه عندي تما ثلاثه تاع المعلومات. المعلومه الاولى هي ليغاليتي ديال لا نورم، المعلومه الثانيه لو سونس، المعلومه الثالثه هي لا ديريكسيون. انا شنو مهتم في هادو كاملهم؟ مهتم فقط بلا نورم، هي اللي مطلوبه ليا. دونك اشني لا نورم ديال سي ام؟ هي لا ديستانس سي ام. واشني لا نورم ديال سي بريم ان؟ هي لا ديستانس سي بريم ان. سي تو، سالينا. شكون عنده شي سؤال؟ شكون ما فهمش شي حاجه في هادشي اللي كتبنا دابا؟ صافي ندوزو مزيان. اوكي اون باس. دابا شوفوا معايا لا بروبريتي سويفونت. قالنا كونسيرفاسيون دو لانترسيكسيون دو دو دروات، الحفاظ على تقاطع مستقيمين. كونسيرفاسيون هي الحفاظ، لانترسيكسيون دو دو دروات هو تقاطع مستقيمين. بروبريتي تي اون ترانسفورماسيون بلان، اشني هي قلنا تاني ترانسفورماسيون بلان، هادي ديما تنقولها لكم غنبقى ديما تنقولها. معناها حتى لدابا بالنسبة لنا هي ربعة الحوايج، اما اكسيال اما سونترال اما ترانسلاسيون اما اوموتيسي. دابا هاد القواعد راه فالابل بالنسبه لهادو بربعه، سوا دي اي دلتا دو دروات سيكونتون ا. اذا عندي دي و دلتا مالهم؟ مستقيمان يتقاطعان في ا، اي دي بريم اي دلتا بريم سي زيماج ريسبكتيف بار تي. تلي قلنا اون ترانسفورماسيون، ما هي ترانسلاسيون ما هي اوموتيسي ما هي اي حاجه في هادو ممكن تكون. اذا عندي دي و دلتا جوج تاع المستقيمات، هما نكتب نديرو شويه تاع التمثيل. عندي مثلا دي هكا دلتا هكا، تيتقاطعوا فين؟ تيتقاطعوا في ا. قال لي تي اون ترانسفورماسيون، وعندي دابا ليماج ديال دي هي دي بريم، ليماج ديال دلتا هي دلتا بريم، ليماج ديال ا غتكون هي ا بريم. الوغ الفكره اللي كنقولوا هنايا هو ان داك ا بريم راه غادي كيف ما كان ا هو الانترسيكسيون ديال دي مع دلتا، فراه حتى ا بريم غادي يكون هو الانترسيكسيون ديال دي بريم مع دلتا بريم. اون دي كي لي ترانسفورماسيون يوزيل كونسيرف لانترسيكسيون دو دو دروات. تري بيان، ندوزو لابليكاسيون. لابليكاسيون غادي نبدا فيها ونخليها لكم تفكروا فيها شويه لغدا ان شاء الله، باش ما نكثروش ثاني حتى اليوم. الوغ لابليكاسيون قالوا لينا ا بي سي دي ان باراليلوغرام، هنا ا بي سي دي متوازي اضلاع. كوريكسيون ا بي سي دي متوازي اضلاع، عندو ليه مثلا ا بي سي دي، وقلنا اي ان بوان دو بي دي. اذا اي ان بوان دو سيغمون بي دي، نديرو هاد لو سيغمون بي دي. وقال لي هاد اخ سكون ديفيرون دو بي اي ديفيرون دو دي. مثلا ناخدو هنا، هذا هو اي. شنو اخر قال لي؟ قال لي جي لانترسيكسيون دو ا اي اي بي سي. بين دابا غادي نمدد هذا المستقيم
نعاونو بالمسطرة، مشاكل هاد المسطرة متتشدش. المهم تقريبا انا غادي نديرو نسطرو من هنا تلها، من بعد نمسحو داكشي اللي ما نحتاجوش. الو عندي قلنا جي هي الانترسيكسيون دو اي افيك لا دروات بي سي، اييه اذا هادي هي جي. وعندنا كا هي الانترسيكسيون دو اي افيك سي دي، اذا كا غادي تجي هنايا. مطلوب منا اون كونسيدير اش لو موتيسي دو سونتر اي اي دو اي كي ترانسفورم بي اون دي. اذا عندي اش واحد لو موتيسي لي لو سونتر تاعها هو اي، ولو رابور طبعا غادي يكون هو كا. هاد كا ما عرفتوش غادي تيرميني. اها قلنا كي ترانسفورم تل كو نكتبوها اش دو بي ايغال دي، معناها من هاد اش دو بي ايغال دي خصنا نخرجو داك لو رابور كا. قال لك فير اون فيغور، اذا ها هي درناها. هانتوما نعاودو نشرحو دغيا لا فيغور. قال لي قلنا ا بي سي دي ان باراليلوغرام، عندي اي ان بوان دو سيغمون بي دي، عندي جي هي الانترسيكسيون ديال لا دروات ا اي مع لا دروات بي سي. اذا هنا فين جات جي. وعندي كا هي الانترسيكسيون ديال لا دروات اي مع لا دروات دي سي، اذا غادي تجي كا هنا. قلنا اش هي لو موتيسي دو سونتر اي اي دو رابور كا، داك كا ما حددناش. وشنو كدير هاد اش؟ يل ترانسفورم بي اون دي، معناها هاد بي هذا كتردو دي. وانا شنو كنلاحظ ملي كتردو دي؟ بويسكو اي جات بين بي و دي، الوغ لا بروميير دي شوز اللي نقدر نلاحظو هو ان هاد كا غادي يكون فورسيمون انفيريور ا زيرو، غادي يكون فورسيمون نيجاتيف. علاش؟ حيت كما قلنا كيتجه للجهة الاخرى، داكور. ودابا اللي مطلوب منا باش نلقاو هاد كا خصني نكتب اي دي اون فونكسيون شي حاجه فوا اي بي. وطبعا هاد الحاجه غادي تكون هي كا، داكور. اذا غادي خصنا نحددو هاد كا، ومن بعد نقدروا ندوزو للسؤال الاخر اللي هو قالنا ديتيرميني ليماج دو ا، يعني خصنا نحدد ليماج ديال ا، ثم من بعد ديتيرميني ليماج دو جي. اوكي، بغينا دابا ليماج دو ا وليماج دو جي. من ورا ما نديرو ليماج دو ا وليماج دو جي مونطرون كو اي ا او كاري ايغال ا اي جي فوا اي كا. اذا هادشي اللي غادي نديرو بالنسبه للحصه تاع اليوم. باقي لينا في الدرس كامل باقي لنا هاد لابليكاسيون وفقره اخرى وحده غتكون هي الاخرى عندنا، بان نقدروا نزيدو من هنا واحد اليومين كاع نكملوا هاد الدرس. هاد البي دي اف غادي تلقاوه في غادي تلقاوه في كلاس روم، واللي بغى يرجع للفيديو ممكن يعاود يرجع ليه في اليوتيوب، غادي يكون ان شاء الله من هنا العشيه. موعدنا غدا ان شاء الله في نفس التوقيت اللي هو الجوج. هاد المشكل هذا تاع 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 لا كلاس اللي ما كتدخلوش ليه فاسيلمون نقدر نبدل تاني، نقدر ندير شي تعديلات وغادي نعلمكم بهم. المهم الا كان شي تعديل غادي نعلمكم اما كلاس روم اما غادي نعلم المكلفين. يلا موعدنا غدا ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.